بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعونا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم هذا بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هنا في إمارة الشارقة، ومع انطلاقة هذه التحديات وهذه المنافسات الحاضرة هنا في هذا الصباح، صباح يتم الجمعة صادف 6 يناير لعام 2023 الميلاد، للموافقة 13 من جماد الثاني لعام 1444 هجرية. ننطلق مع هذه التحديات وهذه المنافسات الحاضرة ضمن شارة الديوان لهذه الأسماء وهذه الشعارات. هنا 14 شوطا حاضرات بالإثارة وحاضرات بالمتعة مع هذه الأسماء وهذه المشاركات الحاضرة، فلا تمل التوفيق للجميع والناموس في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات على بركة الله وتوفيقه. أعطيت شارة البداية الأولى لانطلاقة الشوط الأول والرئيسي والمخصص للحيل المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب المشاركة من أبناء القبائل، فباب المشاركات مفتوح، ومسافتنا الحاضرة هي 6 كيلومترات. هذه الرحلة المندفعة مع هذه الأسماء والمنطلقة مع هذه الشعارات من أجل الناموس والانتصار. أتابع البداية وأرصد المركز الأول ومن تقود الصدارة، هناك شواهيم تندفع مبكرا بالمركز الأول، وعلى مملوكة لهجن سيح السلم أحمد بن علي العويسي من يتابعها في عملية التضمير والانطلاق المبكر نحو الصدارة الأولى. المركز الثاني القادم والحاضرة أريام، يا أريام هنا المنطلقة في هذه اللحظات والمتدخلة بالمركز الأول، على المملوكة للشيخ أحمد المكتوم، على المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي، مرحبا يا أبو سيف بهذا الحضور وبهذا التواجد هنا على مستوى المركز الثاني وثالثا. كان وصول مع هذه الانطلاقة هنا الحاضرة في هذه اللحظات، هنا المندفعة الوارية والمملوكة للشيخ محمد بن مكتوم بن راشد، على المكتوم عتيق بن علي بن راشد الاكتبي من يتابع هذا الشعار في عملية التضمير. المركز الرابع الحاضرة الشاهينية لهجن سيح السلم، هنا عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري من يتابع هذا الشعار في عملية التضمير. خامس المراكز تدخلت هنا حشيمة، يا حشيمة علي بن راشد بن سعيد الخاصوني على التبي يتدخل مع المركز الخامس. وسادسا شوف اللي وصلت، شوف اللي حضرت هنا في هذه اللحظات، لفحة لأحمد المطر بن مايد الخيلي، تدخل الخيلي في هذه الانطلاقة، تدخل مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات التي تأتي بالاندفاعة الأولى وتأتي بهذا الانطلاق وتأتي بهذا الصراع هنا في هذه اللحظات مع المركز السادس. وسابعا وصلت هنا همول محمد رسيل اليبهوني الظاهر يأتي مع المركز السابع. وثامنا الدان قادم احمد المطرب المايد الخيلي مع الدان حاضر في هذه الانطلاقه في هذه التحديات هنا مع المركز الثامن. وتاسعا شوف اللي وصلت هنا جبار عبيد بن علي بن عبيد بن طويرش الاكتبي مع المركز التاسع. هكذا هي النتيجه، هكذا هو التحدي، هكذا هو النداء الحاضر هنا مع هذه الانطلاقة، هنا مع هذا التحدي الحاضر مع هذه الأسماء والحاضر مع هذه الشعارات التي تبحث عن الانتصار وعن الناموس. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. هناك بهذه الاندفاعة، هناك بهذه الانطلاقة الأولى، هنا مع هذه الأسماء، هنا مع هذه الشعارات التي تأتي بالمقدمة، التي تأتي بالمركز الأول.
هنا المسيطرة، هنا المنطلقة شواهين لهجن سيح السلم. هنا أحمد بن علي العويسي من يتابع هذا الشعار في عملية التنوير، هنا بهذه الانطلاقة، هنا بهذه الاندفاع، هنا مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تبحث عن الناموس في بداية هذا الصباح. ثاني المراكز، هناك الوارية قادمة، هنا والملوك للشيخ محمد المكتوم بن رايد المكتوم، عتيق بن علي بن رايد الاكتبي من يتابع هذا الشعار في عملية التضمير. تدخلت مع المركز الثالث، هنا أريام، أريام يا أريام، المملوكة للشيخ أحمد المكتوم، المكتوم سلطان بن سيف سلطان المكباري من يتابعه في عملية التضمير. المركز الرابع، أشوف القادم والحاضرة هنا في هذه اللحظات، الواصل الشانية لهجن سيح السلم، عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري من ياتي مع المركز الرابع في هذه الانطلاقة. خامس التحديات، خامس الاسماء هنا الحاضرة والقادمة في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة بهذا الاداء المميز. هنا خامس المراكز، متابعونا مستمعونا الافاضل، نشوف من هي القادمة ومن هي الحاضرة في هذا الصباح. هنا الحاضرة في هذه اللحظات متابعونا الاعزاء، لفحة قادمة، احمد المطرب المايد الخيل تدخل مع المركز الخامس والسادس من الجانب الاخر، حشيمة علي بن رايد بن سعيد الخاصوني الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو المسار، هكذا هو الانطلاق لهذه الاندفاع، لهذه الانطلاقة. نعود إلى الصدارة ونعود إلى المركز الأول، إلى القيادة الأولى، إلى الريادة، إلى الصراع المبكر هناك بين هذه الأسماء وبين هذه الشعارات هنا التي تأتي بهذه الانطلاقة وتأتي بهذه الاندفاعة الحاضرة والمنطلقة هنا مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تتنافس فيما بينها من أجل الظفر بهذا الناموس المستحق في بداية هذا الصباح. أتابع وأراقب هنا الثلاثية الحاضرة بهذه المنافسة القوية، بهذا التواجد، لهذه الانطلاقة ولهذا التحدي هنا مع هذه الأسماء الصدارة الأولى. لا زالت هنا متابعون الأعزاء، هنا الحاضرة في هذه اللحظات شواهين مع المركز الأول، هجن سيح السلم، أحمد بن علي العويسي من يتابع هذا الشعار في عملية التضمير هنا بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني، القادمة هناك الشاهينية هجن سيح السلم، عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري من يتابع هذا الشعار في عملية التضمير. اقتربنا هنا من لوحة الكيلو والأمتار، بدأت تتقلص الأخير، الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات التكتيكات والإبداعات والمهارات، السرعة الفائقة، حرك اللي بتحرك، يلي تبى الناموس، يلي تبى الانتصار. روعت الأسماء، روعت الشعارات مبكرا، مبكرا بهذه الاندفاعة، بهذه الانطلاقة الحاضرة مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات. ولكن الصدارة، الصدارة مع المركز الأول، الصدارة مع هذا الاندفاع الجميل وهذه الانطلاقة المثيرة والحاضرة في هذه اللحظات. هنا لا زالت صامدة شواهين، يا شواهين تحركت الوارية هنا بالمركز الثاني، وشواهين صامدة، وشواهين صامدة هنا في هذه الانطلاقة، هنا في هذا التحدي، في هذا المسار الذي يأتي معه شواهين، يا شواهين. هجن سيح السلم، هجن سيح السلم، من تأتي بهذا الانتصار، من تأتي بهذا الناموس إلى هذا الشعار الكبير. سلام هجن سيح السلم، سلام، سلام شواهين، سلام. وتأتي الناموس المضمر أحمد العويسي من تابعه في عملية التضمير. المركز الثاني كان وصول، متابعون الأعزاء هنا الواريه للشيخ محمد المكتوم، رايد المكتوم، عتيق بن علي بن رايد الاكتبي. اما المركز الثالث كان وصول الشانيه لهجن سيح السلم،
ايضا عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري متابع في عمليه التضمير. ورابعا كان وصل مع هذه الانطلاقه اليوم للشيخ احمد المكتوم المكتوم وسلطان بن سيف وسلطان بن قبالي متابع في عمليه التضمير. وخامسا كان وصل مع هذه الانطلاقه لفحه لاحمد المطر مايد الخيلي. هنا التوقيت الزمني 9:46 95 جزء من الثواني والتوقيت اللي تسجل مع اول انطلاقات. تهاني الهجن سلاح السلام على فوز واريه وتنظر احمد علي العويسي تهانينا والناموس.